السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين على خير. واليوم جيتكم من مدينة الدار البيضاء. صراحة هذه المدينة كتعجبني بزاف، رغم أغلب الناس كيقولوا أنها فيها الخنقة ولات عامرة وحركة السير فيها يعني صعيبة، ولكن كتبقى من أحسن المدن اللي أنا كيعجبوني في المغرب من بعد مدينة مراكش. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا في البداية ديال الفيديو، غنديروا وليدات لساحة الحمام. كتعجبهم بزاف ديك البلاصة، خليتهم يلعبوا شي شوية، ومن بعد مشينا لواحد المكان اللي هو جميل بزاف وبعيد على المكان الحضاري، هو صراحة في طريق مديونة. ونخليكم مع الفيديو وتكتشفوا معنا البلاصة. كيف ما سبق لي وشرت من قبل بأن هذا المكان جا خارج المجال الحضاري، صراحة كاين هنا واحد الهدوء اللي هو زوين بزاف، وغتستمتعوا بالوقت ديالكم مع العائلة ديالكم. هاد المكان فين جيت سميتو مزرعة الأعشاب. مول هاد المزرعة هو طبيب كيدير تداوي بالأعشاب، دير واحد الفيلا تما ديالو فيه كيصايب لي برودوي ديالو، وميم طون كيجلس هو والعائلة ديالو تاهو تما. وديريكتومون من ورا الفيلا ديالو غتلقاو الفضاء اللي دويت لكم عليه، اللي هو فضاء زوين وكبير بزاف، فيه المسابح المخصصه للاطفال والناس الكبار، وفيه المسابح ايضا المخصصه للنساء فقط، وكاين الاماكن المخصصه للاكل، يعني تقدر تدي معاكم الاكل ديالكم من الدار وتقدروا دومونديو من المطعم. في المطعم صراحه كاينين الاكل زوين وعجبني بزاف، دوموندينا على طاجين بلدي بالدجاج بلدي، صراحه كان بنين بزاف. وكاين الاماكن المخصصه ايضا للالعاب بالنسبه لوليدات الصغار. وبالنسبة للمكان مخصص للمسابح، راغي انا دخلت باش بغيت نصور لكم المكان بوضوح تما، اللي بغى يجي زعما في الصيف حيت دابا سادينو. وسولت السيد المكلف تما، قال لي ياك مبداو يعني كيحلوا داك البلاصة في شهر 5 ان شاء الله. ودابا بقى لي غير نقول لكم فرجة ممتعة، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.